حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. يتجمهر الزائرون في كل سنة بمثل هذه الأيام الأليمة، يقبل أعتاب كاظم الغيظ بذكرى استشهاده الأليمة، فيأتي الزائرون من كل فج عميق ليستقبلهم أصحاب المواكب والهيئات الخدمية بتقديم ما لذ وطاب من المأكل والمشرب مع تنوع الخدمات، وكذلك المؤسسات الحكومية التي وضعت ضمن مهامها استقبال الزائرين كل حسب موقعه ووظيفته إزاء أداء المهام منها الأمني وتنظيم سير المشاة والمركبات. ولم يكن مشاهدينا القطاع الصحي ببعيد عن هذه المشاركة خدمة للوافدين، حيث تضافرت الجهود باستنفار لتجهيز المستلزمات الطبية على امتداد طريق الكاظمية وإعداد الإسعافات الأولية من أجل تدارك المواقف الطارئة أثناء هذه الزيارة. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، وبعد مرور أكثر من 100 يوم على عمر الحكومة الحالية التي اقتحمت الحدود بجرأة سياسية وطموحات وطنية، وسجلت 7 زيارات خارجية مهمة شملت بلدان عربية وإقليمية وصولا عند الأوروبية، كان الهدف منها بناء علاقات شراكة استراتيجية تكون على قدر حاجة العراق وخصوصية التطورات الدولية التي رسمت مسارات جديدة. فبرامج الزيارات الحكومية الخارجية فضلا عن الوفود الزائرة للعراق تركت انطباعات إيجابية عن التحول الملموس في الأداء السياسي العراقي في عهدة الحكومة أو حكومة السوداني وبشكل مبكر من تاريخ استلامها لزمام السلطة. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة نناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، ملايين الزائرين يقصدون مدينة الكاظمية المقدسة وسط الاستعدادات التي تمثلت بخطط ضرورية منها خدمية وأمنية وأخرى صحية لتسهيل سير القاصدين للكاظمية. فالقطاع الصحي يعلن عن استنفار كوادره الطبية بتقديم خدماته المستمرة ل 24 ساعة بانتشار المفارز الطبية وتهيئة المستشفيات لمعالجة طوارئ الحالات أثناء هذه الزيارة. المزيد من التفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. يزداد أعداد الزائرين الوافدين تجاه مرقد الإمام الكاظم في ذكرى استشهاده وسط خدمات متنوعة من قبل الجهات الحكومية المعنية بتنظيم هذه الزيارة، فالجانب الأمني والخدمي حاضر على قارعة طرق السائرين. أما القطاع الصحي فقد استنفر جميع المؤسسات الصحية وجهز دوائر الصحة في بغداد بالأدوية والمستلزمات الطبية منذ أول أيام انطلاق مسيرة الزائرين إلى الكاظمية لتلبية احتياجاتهم الطارئة. انتشار المفارز الطبية ضمن الرقع الجغرافية للقطاع بمتابعة مباشرة من قبل المشرفين على أداء مهام المفارز التي تقدم خدماتها الصحية والوقائية ضمن خطط الإسناد الطبي باستمرار على مدى 24 ساعة خلال أيام الزيارة وفق التصريحات الرسمية. فتباينت أشكال الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للزائرين بين نشر المفارز والطواقم الطبية، وكذلك توفير عجلات الإسعاف الفوري التي بلغت 180 عجلة، واستنفار 1200 موظف ضمن القطاع لواجباتهم وفق الخطط المستمرة التي وضعتها وزارة الصحة لسلامة الزائرين الخاضعة لإشراف ومتابعة وزيرها الدكتور صالح الحسناوي للإطلاع على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام من إعلام وزارة الصحة دكتورة ربا فلاح. أهلا بك دكتور، وكذلك الترحيب بالمقدم حسن حمدان من قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني، انضمنا بعد قليل عبر الهاتف، ونرحب بك مرة أخرى دكتور ربا. بداية نتمنى أن يحسن الله لكم العزاء ويسأل الله أن يعظم لكم الأجر والثواب، وأود أن أسألك عن خطط وزارة الصحة في زيارة الكاظمية المقدسة، ما تفاصيل الخدمات المقدمة للزائرين وفق المعدة أو الخطة المعدة من قبلكم دكتور؟ تحية طيبة لكم ولكل الكرام، شكرا لاستضافتكم الكريمة في
بداية نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية أجمع بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا نؤكد على استمرار خطة وزارة الصحة واستنفارها بجميع مؤسساتها الصحية لاستمرار خطة الإسناد الطبي الطارئة بذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأيضا استنفار جميع المؤسسات الصحية سواء في الكرخ أو الرصافة طبعا في بغداد والمحافظات، وأيضا للدوائر التابعة لوزارة الصحة من ناحية توفير المفارز الطبية على طول طريق الزائرين الكرام، نعم وأيضا توفير عجلات الإسعاف لما يقارب تقريبا 180 عجلة إسعاف فوري، وأيضا كذلك توفير 3 مستشفيات ميدانية طبعا هذه مجهزة بالمستلزمات الطبية والصحية وأيضا الأجهزة الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين، وأيضا كذلك الفرق التوعوية المستمرة بتثقيف الزائرين الكرام حول ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية وأيضا طرق انتقال الأمراض الانتقالية حتى نمنع من تفادي أي إصابات أو انتقال للأمراض الانتقالية لا قدر الله بين الزائرين نعم. الكرام. طيب، بالنسبة لهذه الخطة الكبيرة الواسعة لخدمة هذا العدد الكبير من الزائرين، كوادركم الصحية هل هي كافية لأداء هذه الخدمات؟ نعم، تقريبا تم توفير أكثر من 1200 كادر صحي وطبي طبعا خدمة للزائرين الكرام، وأيضا كذلك من ناحية توفير المستلزمات الطبية لهذه المفارز الطبية، طبعا هي المفارز الطبية موجودة على طول طريق الزائرين طبعا بالتأكيد لتوفير الخدمات الطبية والصحية لهم، وأيضا ذكرنا أنه العجلات الإسعاف المتوفرة، السيارات الإسعاف، وأيضا كذلك المفارز الطبية الموجودة، المستشفيات الميدانية أيضا الموجودة، وكذلك الكوادر الطبية والصحية اللي طبعا راح تعمل هذه ليل مع نهار لحين انتهاء مراسم الزيارة. طيب دكتور، كم هو عدد المفارز الصحية المكلفة بتقديم الخدمات الصحية للزائرين؟ هل هي فقط في بغداد على طرق الزائرين، لو ممتدة أيضا على طرق بعض المحافظات؟ لا طبعا هي بالتعاون مع مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة، وأيضا بالتنسيق مع دوائر الصحية في بغداد والمحافظات، وهذه موجودة طبعا المفارز على طول الطريق الزائرين سواء كان في الكارخ أو الرصافة وأيضا في بقية المحافظات الأخرى والدوائر التابعة لوزارة الصحة، طبعا هذه كلها المفارز هي موجودة ومزودة بأحدث الأجهزة وأيضا كذلك المستلزمات الطبية والصحية خدمة للزائر الكريم، وأيضا كذلك الفرق التوعوية والإرشادية اللي طبعا هذه راح توزع الفولدرات وأيضا الرسائل الصحية التثقيفية للزائرين حتى نثقفهم عن كيفية حماية أنفسهم خلال فترة الزيارة من نعم. ناحية الانتقالية، وأيضا من ناحية أنه عدم التزاحم أو الارتداء الكمامات التعقيم هذه أيضا حتى نمنع من انتقال الأمراض أو أي أمراض انتقالية أخرى لا قدر الله ممكن أنه تحدث بين الزائرين، وطبعا هذه كل طيب الجهود هي مستمرة في كل المحافظات وأيضا من جانب الكرخ والرصافة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للزائرين. أعود لك إلى هذه النقطة، نتحدث بتفاصيل أكثر، لكن دعينا نرحب مرة أخرى دم حسان حمدان أو حسام حمدان من قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني. أهلا بكم سيادة المقدم، ونسأل الله أن يعظم لكم الأجر إن شاء الله. وأود أن أسألك عن الخطط الموضوعة من قبل الدفاع المدني لتقديم الخدمات وحماية الزائرين، هل لديكم خطة خاصة بهذه المناسبة؟ شكرا لحضرتك ولكل متابعيكم ومشاهديكم الكرام. نقدم تعازينا لصاحب العصر والزمان والعالم الاسلامي بمصاب استشهاد سابع العلم الاطهار الامام موسى بن جعفر عليه السلام، واعظم الله لكم الاجر بهذا المصاب الجميل. مدير الدفاع المدني كان له حضور في زياره الامام موسى بن جعفر من خلال توزيع مهامه وواجباته بالتنسيق والتعاون مع قيادة عمليات بغداد وكذلك عمليات وزارة الداخلية،
وأشرف سيد وزير الداخلية ضمن هذه الخطة على تأمين سير الزائرين من خلال وضع خطة لكل قطاعاتنا ومن ضمنها مدير الدفاع المدني. كانت خطة خاصة بالدفاع المدني هي خطة استباقية قبل بدء الزيارة من خلال إجراء الكشوفات وعلى المشاريع وكذلك الدوائر الحكومية والأسواق التجارية من خلال تأمين متطلبات السلامة والدفاع المدني، فضلا عن توزيع البوسترات والمنشورات وكذلك إجراء بعض التدريب لبعض العاملين على فرق الحماية الذاتية في تلك المشاريع في مدينة القاضية وكذلك المناطق المحيطة بمدينة القاضية المقدسة. طيب سيادة المقدم، هل لديكم أي توجيهات أو ما هي التوجيهات بخصوص التثقيف أو توعية أو توجيه الزائرين لمنع أي حالة تدافع قد تحصل لا سامح الله؟ سؤال جدا مهم، يعني كان عبر يعني هنالك وسائل إيضاحية والشاشات الإعلانات استخدمناها من خلال نشر البوسترات والتوجيهات والإشارات الخاصة بالزائرين باعتبار أنه خط الزائرين مو فقط في بغداد وإنما من المحافظات الجنوبية إلى الوسط إلى العاصمة الحي بغداد إلى مدينة الكرم المقدسة. فرقنا منتشرة كانت، وكذلك الإرشادات كانت هي الانتباه على تناول الأطعمة من خلال المواكب المعتمدة والمؤمنة من قبل القوات الأمنية، وكذلك الانتباه أثناء سير الزائرين على الأجسام الغريبة، ملاحظة هذه الأجسام والإبلاغ عنها باعتبار أنه كثير من يريد عرقلة الزيارة أو زرع الخوف بين الزائرين من خلال زرع هذه الأجسام وهي مثل ما العرف العصري مصائد المقصرين، باعتبار أنها تكون انفجار لهذه الأجسام. كذلك فتح المجال أمام عجلات الدفاع المدني والقاتل النية في حال كان أكو طارئ معين، الانتباه كذلك على مسألة عدم الإشاعة بين المواطنين والدعاية باعتبار أنه كانت حوادث سابقة أدت بنا إلى حصول بعض الحوادث نتيجة هذه الإشاعات. كذلك مسألة ملاحظة كل الامور والالتزام بالتوصيات والالتزام برقم الدفاع المدني للابلاغ عن كل الحالات التي تحصل في بغداد وكذلك على طريق خط الزائرين. طيب اعود لك بعد قليل سياده المقدم، لكن دكتور ربا كنت تركزين في حديثك عن قضيات او توجيهاتكم في وزاره الصحه من جانب تثقيف الزائرين، توعيتهم من اجل الحفاظ عليهم من أي عدوى قد تحصل، هل هناك مخاوف من وجود أوبئة أو عدوى قد تحصل خصوصا انتشار كورونا في بعض البلدان بهذه الفترة؟ يعني طبعا هي كورونا مستمرة يعني من ناحية أعداد إصابات، لكن إحنا نقدر نسيطر عليها من خلال التزامنا بالإرشادات الوقائية والصحية. طبعا هذه مهمة الفرق التوعوية الصحية اللي هي متواجدة طيلة فترة الزيارة لتثقيف المواطنين وأيضا إرشادهم بالإرشادات الصحية والطبية اللي يقدرون يقومون بها أثناء قيامهم بهذه الزيارة الكريمة، اللي بالتأكيد راح تؤدي إلى منفعة الجميع من ناحية أنه يلتزمون بارتداء الكمامة، توجيههم إلى ارتداء الكمامة للتباعد، وأيضا كذلك الامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة، كذلك أيضا تعقيم اليدين في حال إذا ما توفر الماء والصابون، أيضا كذلك يعني الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة وغير معروفة المصدر حتى نقلل من الأمراض الانتقالية الممكن قد تحدث خلال فترة الزيارة. لكن عموما أنه إحنا المفارزنا الطبية هي متواجدة ومستمرة ومهيئة بطاقم أو كادر متقدم من الأطباء والممرضين الصحيين اللي بالتأكيد رح يقدمون الخدمات الطبية لأي زائر ممكن أنه يتعرض لا قدر الله إلى أي وعكة صحية. طيب بالمقابل دكتور ربا، هل لمستم تعاون بنسبة معينة بكبيرة قد تكون من قبل الزائرين مع المفارز الصحية المكلفة بتقديم الخدمة الصحية وأيضا أصحاب المواكب؟ هل كان هناك تعاون وتنسيق معكم من أجل النجاح بتقديم هذه الخدمات؟ نعم بالتأكيد هنالك تنسيق كبير
بين وزارة الصحة وأيضا لأصحاب المواكب، وهناك أيضا تعاون مشترك بين الوزارة وأيضا بين أصحاب المواكب، وأيضا إرشاداتهم اللي يقدموها لكل الزائرين الكرام، وأيضا نعم الفرق المتواجدة هي مع أصحاب المواكب اللي يرشدوهم عن كيفية تقديم النصيحة والمشورة للزوار في حال أنه تعرضوا لأي طارئ أو لأي مرض كان، أو ممكن يعني أي وعكة صحية. ومع ذلك طبعا بالتأكيد هي هذه راح تكون متواجدة لحين انتهاء الزيارة. وأيضا كذلك احنا قلنا أنه هذه جميع الكوادر الطبية نعم والصحية منشرة الجهود، إضافة إلى تزويد بالأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأدوية المنقذة للحياة وأيضا الإسعافات الأولية لتقديم الخدمة الطبية الكاملة لأي زائر موجود. طيب سيادة المقدم، بالنسبة لعملكم بشكل عام الدفاع المدني، اليوم هناك قطوعات في بعض الطرق من أجل تأمين مسير الزائرين فيها، في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله، هل تستطيع مفارز الدفاع المدني أو آليات الدفاع المدني، آليات الإطفاء، الوصول إلى أي حادثة في مكان أي حادثة لا سمح الله بوجود هذه القطوعات؟ شكرا لهذا السؤال المهم جدا. مدير الدفاع وضعت ضمن يعني خططها خطط بديله وخطط احتياطيه، كان توزيع لفرق الاطفاء والانقاذ ضمن المناطق المزدحمه والتجاريه، في حال حصول اي حادث تكون اجهزه الدفاع المدني موزعه ضمن هذه المناطق في جانب الكرخ وجانب الرصافه. وزعنا نعم كثير اكثر من 100 عجله اختطافيه هذا الشيء. اذا حدث يعني حادث لا سمح الله تكون فرقنا قريبه لاي طائر معين يتم تدخلها بالصوره الممكنه، وبالامكان التنسيق نسقنا مع قياده عمليات بغداد وكذلك القوه الماسكه في مدينه الكاظميه، وكان تنسيقهم مع العتبه الكاظميه المقدسه. وكذلك السيد مدير الدفاع المدني وضع غصه عمليات خاصة في مدينة الكاظمية يتم إدارة الأمور وحركة هذه العجلات بصورة سريعة في حال أي طارئ لا سمح الله. كذلك مسألة أنه هنالك بعض التوصيات اللي إحنا أضف على لما تفضل به قبل قليل لجنابك الكريم، أنه لأصحاب نعم المواكب الحسينية كان تنسيقنا مع هيئة المواكب الحسينية والعتبة الكاظمية المقدسة نعم بهذه الإرشادات، وهي ضرورة التعامل مع اسطوانات الغاز. يعني تعرف انه هنالك خدمه تقدم للزائر الكريم، خدمه يعني اثناء الطبخ، وكذلك خزن الوقود، هم كذلك حذرنا من هذا الشيء باعتبار انه دائما المواكب يتم تشييدها من قطع القماش وبعض الاعمده الحديديه نتيجه الاهمال او تحصل حوادث بسبب نعم حصلت عندنا هذه الحوادث، نبهنا من هذا الى اصحاب المواكب. كذلك ألزمنا هيئة المواكب الحسينية في مدينة الكاظمية في حال نصب أي موكب يجب أن تتوفر مطفأة أطفاء في ذلك الموكب، حتى يكون تدخل سريع من أصحاب الموكب. الانتباه لحركة الأطفال أثناء عملية الطبخ باعتبار أنه اختراق، هذا الشيء صار عندنا حوادث هم سجلنا. الانتباه للمدخنين وتحذيرهم بصورة شفهية حتى لا يكون يعني حصول حوادث نتيجة لأعقاب السجائر. انتباه للتوصيلات الكهربائية والاهتمام بالعزل الجيد، وكذلك انتباه إلى نصب المولدات والعاكسات المتواجدة في الموكب وكذلك خارج الموكب. تأمين كل فسح المجال، ضرورة الإسراع بكل الأمور. مدير الدفاع المدني خطتها واضحة حتى بعد الزيارة، يعني ألزمنا يعني في حال أنه كانت الطرق فسح يعني يعطون مجال إما لكبار السن والأطفال والنساء في حال عودتهم إلى مساكنهم فسح المجال أمام هؤلاء الشرائح حتى لا يكون هناك تدافع. ووضعنا خطة لخروج ودخول الزائرين إلى الصحن الشريف المقدس. الشكر جزيل لكم من قسم العلاقات والإعلام في مديرية الدفاع المدني سيادة المقدم حسام حمدان، كنت ضيفا كريما عبر الهاتف، شكرا لكم سيادة المقدم. وأعود لك دكتور ربا، أود أن أسألك أيضا عن قضية عجلات الإسعاف، أعداد هذه العجلات المخصصة لهذه أو لتقديم الخدمة في هذه الزيارة، هل هي كافية؟ هل تتحرك بسهولة وانسيابية في قواطعها المخصصة؟
نعم بالتأكيد، يعني العدد تقريبا أكثر من 180 عجلة إسعاف فوري، هذه موجودة وممتدة على طول طريق الزوار، طبعا سواء كانت في المحافظات أو في بغداد من ناحية الكرخ أو الرصافة، لإسعاف أي زائر في حال أنه لا قدر الله كان هنالك أمر طارئ. كذلك أيضا المفارز الطبية الموجودة والمستشفيات الميدانية اللي تقريبا 3 مستشفيات ميدانية، أيضا هاي مجهزة بالأجهزة الطبية وأيضا المستلزمات الطبية والصحية، كذلك أيضا إضافة إلى الأدوية المنقذة للحياة والإسعافات الأولية، وهذه موجودة بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الفرق الصحية وأيضا أصحاب المواكب اللي يقدمون الإرشادات الطبية والصحية للمواطنين الكرام والزوار، وأيضا توعيتهم حول مخاطر الأمراض الانتقالية وكيفية الوقاية منها وأيضا تجنبها خلال فترة الزيارة. وطبعا هذه مستمرة، العمل مستمر، الجهود كلها مستنفرة طبعا بالتأكيد لطرق توحيد الجهود نعم وتقديم الخدمات الطبية والصحية للزائرين من جميع النواحي سواء كانت الطبية أو حتى التثقيفية. طيب، سؤال أخير دكتور، بالنسبة لمستشفى الكاظمية، هذه المستشفى حاليا مهمة جدا باعتبار هذه الزيارة الكبيرة في مدينة الكاظمية المقدسة، جرى إعمار مستشفى الكاظمية، لكن أود أن نستفسر منكم دكتور، مدى قابلية وجاهزية مستشفى الكاظمية لاستقبال الحالات التي قد تكون طارئة وحالات ربما بعدات كبيرة في هذه المستشفى؟ طبعا بالتأكيد يعني هي جاهزة المستشفى لاستقبال أي حالات طارئة، يعني ليست فقط في مراسم الزيارة وإنما حتى في الأيام القادمة فهي جاهزة كل الجهوزية من ناحية الأجهزة الطبية، من ناحية المستلزمات، الكوادر الطبية والصحية المتواجدين بها، وأيضا الأجهزة، المختبرات وغيرها من الأمور الأخرى اللي هي مجهزة بالكامل هذه المستشفى. وبالتأكيد البقية تشمل طبعا بقية المحافظات وأيضا المستشفيات الأخرى اللي تحتاج إلى تجهيزها لطبعا متابعة عملها المستمر وقت تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وإحنا ذكرنا ليست فقط في أيام الزيارة وحتى مستقبلا إن شاء الله. الشكر جزيلا لكم، من إعلام وزارة الصحة الدكتور رباه فلاح، كنت ضيفة كريمة عبر سكايب من بغداد، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بصوت وصورة من بغداد، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر، أهلا بكم دكتور ضيفا كريما، أهلا كما وسهلا بك. نرحب بالسفير العراقي السابق ورئيس المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات الدكتور جواد الهنداوي، أهلا بكم دكتور. وأود أن أبدأ معكم سيادة السفير، كيف قرأتم تحرك رئيس مجلس الوزراء، التحركات الخارجية، وما مدى أهمية اعتماد سياسات ومبدأ التوازن بهذه العلاقات الخارجية دكتور؟ أهلا وسهلا، فرصة سعيدة، شكرا جزيلا على اللقاء، وأتمنى أن تكونوا بخير، وأرحب بضيفك الكريم. في الحقيقة مضت مدة 100 يوم على تشكيل الحكومة في سياستها الداخلية وفي سياستها الخارجية، وأعتقد قد يكون الملف السياسة الخارجية أكثر تعقيدا من ملف السياسة الداخلية، أو بالأحرى
أي تقدم يكون في ملف السياسة الخارجية يكون أبطأ بكثير من ملف السياسة الداخلية. ومثل ما تعلمون بأنه السياسة الخارجية هي انعكاس للسياسة الداخلية في البلد، الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والأمنية بكل تأكيد. علاقاتنا الدولية والعربية والأقليمية جيدة جدا ومؤشر إيجابي، ولكن بكل تأكيد مساحة العلاقات العربية والدولية والإقليمية ليس هو المؤشر الوحيد لإنتاجية هذه العلاقات، يجب أن تكون مثمرة لمصالح العراق الاقتصادية والسياسية والأمنية والاستثمارية بكل تأكيد. نتمنى من مساحة العلاقات العراقية الواسعة عربيا وإقليميا ودوليا أن تساهم بشكل فعال في تحقيق مصالح العراق وفي زيادة هيبة ومكانة دولة العراق. رحب بك مرة أخرى دكتور صالح. من ضمن بنود المنهاج الوزاري لحكومة السوداني كان الاعتماد على قضية أو التركيز على أهمية الانفتاح على الخارج. هذا التزامن يعني والترابط في هذا البرنامج إلى أي درجة يفرض التوسع في علاقات العراق الخارجية؟ نعم، أولا تحية لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك سعادة السفير. بدأت السياسة الخارجية تأخذ منحى آخر وهو التأطير لعلاقات عربية إقليمية وأيضا علاقات إقليمية غير عربية بمستوى متوازن، وأعتقد أنه نوع من مسك العصا من الوسط بطريقة دبلوماسية حثيثة، وهذا يحسب للسياسة الخارجية ولصانع السياسة الخارجية الأول اللي هو رئيس مجلس الوزراء، تحركاته محسوبة بطريقة ستيب باي ستيب نحو إيجابيات دبلوماسية ولها مخرجات. أيضا استخدم موضوع الدبلوماسية الشعبية من خلال كرة القدم وأدخلها في علاقات عربية، أطر لي حقيقة لمرحلة تاريخية جديدة، هذا جانب. ومن ثم تحرك على المسار الإقليمي الغير عربي وتحول إلى المسار الدولي، وبالتالي سؤالك مهم جدا، هل هناك توسعات في هذا الجانب؟ أكيد هنالك حقيقة علاقات منفتحة على العراق. العراق بلد ثري ولديه موارد كبيرة، وبالتالي الجميع يحتاج ولديه تأثير كبير على مستوى المنطقة العربية والمنطقة الإقليمية وعلى منطقة الشرق الأوسط، وتأثيره من الممكن أن يكون عالميا إذا ما كان هنالك نجاح لصانع السياسة الخارجية العراقي بتفعيل الاتفاقيات الدولية بطريقة إيجابية تخدم المصلحة العليا للدولة. واعتقد السيد السوداني ماضي في هذا الاتجاه. نحتاج إلى توازن في علاقاتنا الدولية العالمية باعتبار هنالك أحادية قطبية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وكنالك عداء واضح بين حقيقة بين الأقطاب الأخرى مثل روسيا وحلفائها وأيضا الاتحاد الأوروبي لجانب الولايات هنا المتحدة. إذا تسمح لي قاطعك دكتور صالح، يعني هذه التحركات العراقية الدبلوماسية الخارجية لم تكن من العراق أو بمبادرات عراقية فقط، أيضا كان هناك الوفد الروسي الكبير والمهم الذي وصل إلى العراق. مدى أهمية توجه روسيا أو أي بلد أجنبي أو أوروبي إلى العراق في هذه المرحلة؟ نعم، هذه الزيارات جاءت بعد زيارة السيد السوداني إلى موسكو ولقائه بالمسؤولين وعلى يعني وفد رفيع المستوى من المسؤولين العراقيين، وبالتالي جاءت هذه الزيارة حقيقة لعمل حقيقة شراكات على المستوى الاقتصادي والتسليح العسكري والثقافي. ولكن أنا أعتقد من وجهة نظري يجب أن يكون العراق متوازنا في علاقاته الخارجية الدولية لا سيما مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وروسيا وأيضا مع الاتحاد الأوروبي، حتى تكون حقيقة حتى أن لا يكون يعني قريب على طرف على حساب طرف آخر، وبالتالي هنالك وفقا للمعطيات الإقليمية والدولية. دكتور صالح، يقدر العراق يحافظ على حالة التوازن بعلاقاته مع الطرف الآخر؟ نعم، من الممكن ذلك دبلوماسيا يستطيع فعل ذلك. هنالك علاقات، على سبيل المثال لدينا علاقة شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لأبرومة عام 2008، ممكن تفعيلها مع الجانب الأمريكي. أيضا مع الاتحاد الأوروبي من الممكن أن تكون هناك شراكة مع فرنسا وألمانيا بطريقة اقتصادية أيضا واستراتيجية.
استراتيجية جديدة، ومن الممكن أن تكون لدينا علاقات مع روسيا، وهذه ولكن مع روسيا يجب أن يكون لدينا حذر باعتبار هنالك حقا عقوبات مفروضة على الجانب الروسي لدخوله الحرب مع أوكرانيا، ولكن يجب أن تكون الدبلوماسية والحركة بالاتجاه الروسي حقا محسوبة بحسابات دقيقة حتى لا نخسر بعض الأصدقاء. نعم. طيب أعود لك دكتور جواد، تتفق مع دكتور صالح أنه توجد إمكانية لإبعاد العراق عن سياسة المحاور بظل وجود هذا الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا؟ يقدر العراقي أن يوازن ما بعلاقته ما بين أمريكا وروسيا، وكذلك أن توجه العراق حاليا إلى دول الخليج والدول العربية وارتباط الوثيق بالحضن العربي كما يسمى، يقدر يوازن بالعلاقة ما بين الدول الخليج والجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ أخي العزيز، هو في الحقيقة ليس العراق هو الذي يجب عليه أن يتوجه إلى دول الخليج والدول الأخرى. هي دول الخليج للأسف كانت مقاطعة للعراق منذ عام 2003، ومن ثم تحولت السياسة بعد عام 2014، هم الذين انفتحوا على العراق بعدما أدركوا الضرر الذي أصابهم وأصاب المنطقة بسبب مقاطعتهم للعراق. هذه أولا. ثانيا، العراق بكل تأكيد يسعى صادقا إلى تحقيق التوازن في علاقاته الدولية، ولكن يجب أن يكون هذا التوازن ليس على حساب مصلحة العراق الاستراتيجية وسيادة العراق ومكانة العراق. إذا كان التوازن يكون على حساب مصلحة العراق السياسية الاقتصادية والتجارية والسياسية ومكانة العراق وسيادة العراق، فهذا ليس توازن وإنما للأسف الشديد خضوع. العراق صادق النية في تحقيق التوازن، ولكن الدول الأخرى التي تتنافس فيما بينها التعددية القطبية والأحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى من خلالها إلى الهيمنة، ومن ثم من خلفها إسرائيل، يعني هيمنة أمريكا على العالم وهيمنة إسرائيل على المنطقة، هذه الاستراتيجية الموجودة منذ فترة، هم الذين يحاولون التشويش على مسعى العراق في تحقيق التوازن. وأنت تعرف جيدا بأنه في الوقت الحاضر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بصورة عامة ينظرون إلى العراق في صورتين: صورة الدولة والحكومة التي تسعى إلى التوازن بشكل واضح وصريح وجادة في ذلك، وصورة إن صح التعبير وصورة الأحزاب السياسية والحشد الشعبي الذي يرون فيه صورة أو اتجاه نحو مضاد للتوجهات الغربية، مضاد للسياسة الإمبريالية والتوسعية والهيمنة الإسرائيلية، بالضبط توازي الصورة التي يحملونها أو يتبنوها عن لبنان حزب الله، لبنان الدولة بما فيها من صراعات وفيها من مناكفات وفيها من تكتلات سياسية وطائفية وقومية. ولذلك أعتقد من الضروري جدا أن يستمر العراق في مسعاه وتتوجه الدول نحو العراق، وليس العراق هو الذي يتوجه إلى الحضن العربي. هم هذا شهدنا يمكن بالفترة هذه الأخيرة. وإذا تسمح لي أعود مرة أخرى للدكتور صالح. دكتور، يعني سبع زيارات خلال 100 يوم من عمر الحكومة فترة قياسية، زيارات وصفت بالمهمة، لكن هذا توجه يعني إقليمي عربي أوروبي دولي، ماذا يؤشر دكتور صالح هذا التوجه متعدد المحاور كما وصف؟ نعم، بالتأكيد التوجه حقيقة يعكس رغبة الحكومة الحالية بإقامة علاقات متوازنة في شقيها الإقليم العربي وغير العربي وأيضا على المسار الدولي. وبالتالي أعتقد هو العراق خلال هذه المرحلة هو الذي سعى أكثر من غيره للوصول إلى المسارات الدولية، وباعتبار حقيقة هنالك إمكانية اقتصادية كبيرة للعراق، وهنالك إمكانية
وكاريزما تأثيرا لمركز العراق الاستراتيجي صاحب الحضارات، وبالتالي أعتقد من الممكن أن يستغل هذا الجانب في تفعيل العلاقات وعقد اتفاقيات وتفعيل اتفاقيات قديمة قد تخدم العراق مستقبلا. وأعتقد أن الحكومة الحالية جادة في هذا المسعى باعتبار أنه العراق حقيقة يعيش صراعات داخلية مثل ما ذكر ضيفك الكريم، وبالتالي من الممكن أن يتغلب على هذه الصراعات، باعتبار هذه الصراعات من الممكن أن تغذى إقليميا ودوليا، وعندما يقطع الطريق في سياسة الخارجية إقليميا ودوليا وبالتالي حقا يقطع الطريق أمام المتربصين في الداخل العراقي، وبالتالي يذهب باتجاه الأمان في علاقات الخارجية، وهذا ما يسعى إليه السوداني. وأتمنى من جميع الأحزاب الداخلية مناصرة هذا الموضوع خدمة للسياسة الخارجية العراقية ولوجود مخرجات إيجابية بالفعل الخارجي بطريقة ستيب باي ستيب. نعم. طيب دكتور جواد، يعني زيارات متتابعة إلى الأردن والكويت والإمارات وإيران وألمانيا وفرنسا من أجل تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المختلفة، لكن تعتقد أن المجال الأهم بالنسبة للعراق حاليا هو الجانب الاقتصادي والاستثماري، خصوصا كانت هناك مشاركة عراقية مهمة بالقمة العربية الصينية المقامة في السعودية ومؤتمر بغداد الثاني من أجل التعاون والشراكة الذي استضافته الأردن، وإضافة إلى قمة البحر الميت الثلاثية بين العراق ومصر والأردن. تركيز واضح للعراق على الجانب الاقتصادي ينذر بتطورات اقتصادية بالمستقبل؟ بالتأكيد، مثل ما ذكرت لك العلاقات الدولية للعراق والعراق والسياسة الخارجية للعراق يجب أن يكون هدفهما هو مصالح العراق، وحاليا مصالح الدول تقاس بقدراتها الاقتصادية وباستثماراتها وباستغلال مواردها، والدرجة الثانية تقاس بسيادتها. تعرف أنت حاليا لا توجد سيادة مطلقة لكل دول العالم، لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لروسيا ولا لإيران ولا لتركيا ولا لدولة عربية، هناك سيادة نسبية قياسا بستينيات أو سبعينيات القرن الماضي. بعبارة أخرى أنه الشق الاقتصادي والاستثماري يعلو على أي جانب آخر كهدف من أهداف السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. فعندما تكون سياستنا الخارجية وعلاقاتنا الدولية تخدم الجانب الاقتصادي، الاستثمار، استغلال الموارد، الإنتاج، الأمن، الاستقرار، نكون قد حققنا هدف كبير لعلاقاتنا الدولية وسياستنا الخارجية والاجتماعات وإلى آخره. بعبارة أخرى، لنأخذ مثلا مشكلة الكهرباء في العراق، أنا ما في فائدة من هذه الاجتماعات أو الوفود والروحة والجية وإلى آخره إذا ما توجد هناك نتائج ملموسة لمعالجة هذا الملف الذي استمر لعقدين من الزمن للأسف الشديد. فلذلك أنا بالنسبة إلي ولجميع المختصين في الشأن السياسي والدبلوماسي، المعيار لنجاح السياسة الخارجية ونحن في الطريق الصحيح بالتأكيد والعلاقات الدولية هو مدى تحقيق مصالح العراق الاستراتيجية الاقتصادية، ومن ثم مدى الاحتفاظ أو الحفاظ على سيادة العراق بشكل ملموس. وانت تعرف حاليا نحن في العراق محكومين للأسف الشديد بعقوبات تقريبا أمريكية وليس دولية ضمنيا موجودة، هي يعني الفصل السابع لا يزال يعمل للأسف في العراق، نحن لم نخرج كليا من الفصل السابع، اللي خرجنا منه هو ملف التعويضات مع الكويت، ولكن لم نخرج رسميا وقانونيا من الفصل السابع، ولذلك نحن حاليا في 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 مرحلة صحيحة ولكنها حرجة وتتطلب جهود كبيرة من أجل الوصول إلى السيادة التي تحفظ مكانة العراق وتحقق مصالح العراق الاقتصادية. أعود لك دكتور صالح، بالنسبة لي
التوازن اللي أكد عليه رئيس مجلس الوزراء ببرنامجه وبزياراته والعلاقات التي نتابعها حاليا، ما مدى أهمية إيجاد أو الاعتماد بالسياسة الخارجية على مبدأ التوازن بالعلاقات ما بين العراق وأي دولة كانت؟ ما مدى أهميتها للسيادة مثلا مو فقط للاقتصاد؟ نعم، هنالك ربط كبير جدا بين حقيقة السياسة الخارجية وسياسة البلد الاقتصادية. كلما كان ناجح اقتصاديا وقوي في الداخل تكون علاقات الخارجية أقوى، وحقيقة فعله الخارجي يكون أقوى، بالتالي تأتي الاستثمارات إليه بطريقة حقيقة كبيرة جدا، وبالتالي يحفظ سيادة بلده. هذا معروف في كل العلاقات الدولية بالنسبة للدول والسياسة الخارجية. أي ما حقيقة ما يحصل هو السيد السوداني يحاول جاهدا أن يكون بهذا الطريق وبهذا المسار، ومثل ما ذكر ضيفي الكريم حقيقة تحليل دقيق بموضوع أنه لا توجد سيادة كاملة باعتبار هنالك شركات عابرة للقارات وعابرة ومتعددة الجنسيات، وبالتالي من الممكن أن حقيقة تدخل في أي بلد وتستثمر. إذا لا توجد حقيقة في العلاقات الدولية السيادة، وإنما السيادة مطلقة وإنما السيادة نسبية، ونحن حقا يجب أن نتحرك في هذا الإطار، وما يفعله السيد رئيس الوزراء يجب أن يكون ضمن هذا الإطار لتحقيق توازن في علاقاته الدولية العربية وغير العربية وعلى المسار الدولي بضمان حفاظ سلامة العراق وحقيقة ووحدة أراضي. طيب. نعم تفضل. كما ذكر دكتور جواد يعني التحرك هذا لم يكن من العراق، إنما كان بشكل كبير من دول عربية ودول خليجية وحتى أوروبية نحو العراق. العراق طالما سعى لهذه العلاقات وتوطيدها ما بين مع هذه الدول، لكن خليجيا ودوليا يوجد توجه كما ذكر دكتور جواد. دكتور صالح، ما الذي تغير حتى تقبل هذه الدول على العراق حاليا؟ نعم، في البداية حقيقة كان هناك تخوف في الجانب العربي باعتبار أن العراق لا يستطيع أن يعبر المرحلة الحرجة ما بعد عام 2003، ولكن العراق أثبت بأنه دولة ونظام سياسي ديمقراطي وتجربة فريدة من نوعها في المنطقة، وحتى كانت حقيقة بعض الدول الخليج تخشى من هذه التجربة باعتبارها جميعها حقيقة أما ملكية أو حقيقة أو دول ذات توجه حقيقة من الممكن أن يؤثر تجربة العراق في هذا في تلك البلدان من خلال شعوبها. وما حدث في فترة الربيع العربي أعتقد كان هو التأثير مباشر، وبالتالي كان هناك تخوف من حقيقة من الوصول إلى العراق أو محاكاة التجربة العراقية، وأيضا هناك كانت تغطيات طائفية لبعض المواضيع باعتبار أن اللي وصل إلى سدة الحكم والأغلبية هي أغلبية شيعية، وهذه حقيقة مشكلة كبيرة عانينا منها ودخلنا في حروب. ولكن العراق أثبت بأنه دولة عريقة لها جذور على مستوى حقيقة الجانب العربي وغير العربي، ولها صداقات مع المنطقة إقليميا ودوليا. وبعدما شاهدوا تلك النجاحات وبعدما شاهدوا نية العراق وحكومات العراق المتعاقبة على الانفتاح على الخارج وليس هدفهم تهميش طرف على حساب الطرف الآخر، بدأت هذه الدول لا سيما دول الخليج السعي إلى العراق والاستثمار في العراق، وأن تكون لهم حقيقة علاقات طيبة مثل ما كانت أو أكثر أصبحت حاليا مع العراق. وهذا حقيقة هو ما وأيضا الجانب الاستثماري الذي بدأ يجذب باقي الدول لا سيما العربية إلى العراق باعتبار هنالك أمان في الجانب العراقي وهنالك استثمارات كبيرة جدا ممكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف. لذلك ترى هنالك حقيقة سعي وحثيث من قبل الدول العربية والإقليمية للوصول إلى العراق وعقد اتفاقيات مع العراق سواء في الجانب الاقتصادي أو حقيقة حتى في الجانب التسليح وبعض الجوانب التكنولوجية. نعم. طيب دكتور جواد، نجاح البلاد نجاح العراق بأي جانب كان هو بحاجة إلى دعم سياسي داخلي أولا، لكن ما مدى أهمية دعم وجود دعم داخلي من مختلف الأطراف السياسية حاليا لحكومة السوداني لإنجاح برنامجه أو ما جاء ببرنامجه الحكومي الخاص بالسياسة الخارجية؟ قبل ما أجاوب على سؤال جنابك الكريم فضل. أرجع لإجابة الأستاذ ضيفك الكريم حول سؤالك لماذا توجه الآن العرب وبعض الدول الأوروبية نحو العراق. نعم. صراحة باختصار شديد الأخوة العرب توجهوا حاليا وكذلك الأوروبيين، ولكن بالدرجة الأولى الأخوة العرب خاصة الخليجيين توجهوا نحو العراق حاليا، يعني منذ عام 2014 وأنا كنت
متابع للمسألة بشكل دقة بحكم عملي في قطر، نعم. توجهوا للعراق لسببين. السبب الأول لأنهم فشلوا صراحة في إسقاط العملية السياسية أو النظام السياسي، فشلوا من خلال استخدام للأسف الشديد الإرهاب، وهم اعترفوا بذلك من استخدام الإرهاب والسيارات المفخخة من 2004 و5 و6 إلى 2012 تقريبا، ثم انتقلت إلى سوريا. فشلوا في هذه الخطة. والسبب الآخر هو توجه أمريكي، توجه أو رسالة أمريكية لهم بأن ينفتحون على العراق. وأما الأوروبيين في الوقت الحاضر أيضا، منذ فترة الأوروبيين توجههم العراق لأسباب اقتصادية بحتة، وكذلك لأسباب أنه تأثير على العراق لكي لا يكون في حسب وجهة نظرهم أن يكون في المحور الإيراني، فهذا لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى. الدول الأوروبية ومن ثم جاءت حرب أوكرانيا عززت صراحة موقع وموقف العراق، وعززت توجه حتى أمريكا نحو العراق، لأن أمريكا حاليا لم يبقى لها في الشرق الأوسط طيب. من دول مؤثرة جدا طيب. غير العراق. جوابك إذا تسمح لي أقاطعك دكتور جواد، يمكن جوابك أقل دبلوماسية من جواب دكتور صالح، وهذا يعيدنا إلى السؤال مدى أهمية الدعم الداخلي السياسي لحكومة السوداني لينجاح ما جاء ببرنامجها بخصوص العلاقات الخارجية، باختصار إذا تسمح دكتور. سؤالي لي؟ نعم لكم دكتور جواد. اي نعم نعم اي نعم، هذا سؤالك جدا مهم يا اخي، جدا مهم. ليش؟ لانه ما يساهم في اضعاف العراق كدوله هو التشتت الداخلي، بحيث انه بعض الاحزاب السياسيه احنا نسميها يا اخي هي ديمقراطيه، لكن هي صارت فوضى مو ديمقراطيه. يعني الحكومه لا يمكن لها للاسف الشديد ان تتخذ قرار مركزي مهم استراتيجي يدافع عن العراق، هنالك اجندات لكل حزب، اجندات ولكل، يعني حتى العراق لم يعد موحدا للاسف الشديد. تعرف انت يعني الاخوه الكرد عندهم استراتيجيه معينه، عندهم اهداف معينه، ولكن في الوقت الحاضر صراحه نقولها صراحه ان السيد السوداني بالمئة يوم هذه استطاع ان يعزز داخليا وحدة العراق واستقراره، واتجاهه نحو الطريق الصحيح. ونخشى أن تعود مرة أخرى، يعود عدم الاستقرار، وتعود أيضا المشاكل بين الإقليم والدولة المركزية، وهذا ما يضعف دولة العراق، هذا ما يضعف وضع العراق وما يجعل. وصلت الفكرة دكتور، وعذر لضيق الوقت إذا تسمح لنا دكتور جواد. الشكر الجزيل لكم سفير السابق ورئيس مركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات الدكتور جواد الهنداوي، كنت ضيفا كريما عبر سكايب. شكرا لكم دكتور، وشكر الجزيل لأستاذ العلاقات الدولية الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشذر، كنت ضيفا كريما. شكرا لكم دكتور. وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.